هو في الحقيقة الأصل أن يكون ذلك، أن يكونوا متحدون من أجل ألا يبتلعوا ومن أجل ألا يصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن في الأخير لن يستطيعوا أن يتخلوا عن السعودية ولا عن الاستراتيجية التي رسبتها السعودية، لأنها 9 سنوات من الحرب ومن التهميش، فلا أعتقد أنهم يستطيعون أن يلملموا شملهم في خلال هذه الفترة. وأيضا المجلس الانتقالي إذا أراد أن ينفلت أو أن يخرج من هذه الشراكة في الأخير سيذهب إلى الإمارات، ولهذا سنجد أنه ستتحول اليمن أيضا إلى حالة من الصراع ما بين الخلافات السعودية والإماراتية. بالنسبة للشرعية لا أعتقد أنها قادرة حاليا من خلال الآليات التي تملكها، من خلال المقومات التي تملكها، من خلال النتوءات الموجودة في الجنوب، الحالة الاقتصادية، حالة الجيش اليمني، أنها قادرة الآن على أن توحد صفها ثم بعد ذلك تقول للسعودية ذلك التفاوض بينك وبين الحوثي لا يلزمني ونحن سنتجه إلى الحرب. لا أعتقد أنها غير قادرة على الحرب. الجميع قد استنزف في اليمن من حالة الحرب، سواء جماعة الحوثي أو الحكومة اليمنية أو أيضا السعودية. الحالة الاقتصادية في اليمن حالة متردية، ولا تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم يكن هناك مردود اقتصادي وإيرادات اقتصادية، حتى وإن ملكت الترسانات العسكرية واستطاعت على أن تقضي على الحوثي، لكن في حالة الاقتصاد المتردية ما لم يكن هناك دعما سعوديا ماليا توجيهيا، في هذه الحالة السعودية هي قد ربطت الحبل في رقبة الحكومة اليمنية والشرعية، فهي تشد متى أرادت وترخي متى أرادت، ولهذا الحرب لم تحقق أي أهداف لها، والشرعية لم تعد إلى شرعيتها كما أرادت لها السعودية من بداية الحرب، ولهذا لا زالت رهينة لقرارات السعودية، لا زالت رهينة لكل التفاصيل التي تقدم السعودية، ولهذا المفاوضات، وكان السعودية هي تتفاوض نيابة عن اليمن واستطاعت أن تتحول من شريكا في أو من شريك في الحرب إلى أن تكون وسيطا في الحرب. وأنا أعتقد على أن ورقة كيريا التي قدمت في 2015 هي تعاد الآن، لكن بطريقة ناعمة، ويتم تدويرها وتغليفها بطريقة تناسب السعودية لأنها رفضتها في المرة السابقة. المجلس الانتقالي، الزيارة التي يقوم بها عيدروس وأيضا الرئيس العليمي، لا أعتقد أنها تسبب تلك الهالة الضخمة، وعلى أن هناك نوع من لملمة الصفوف ونوع من التقارب، وإنما هي زيارات يلقي كلمته وجدولته ثم يعود، ولن تحدث بذلك الزخم الذي يصور له.